اسمح لي وهرجع لحضرتك تاني في المحور الاخير اللي احنا عايزين نتكلم عنه، بس الكلام موصول مع الاستاذ عادل فيما يتعلق ب الكلام اللي قاله سياده اللواء فيما يتعلق بالخلفيه التاريخيه، مهم علشان ما يبقاش انها بدعه جديده هذه الايام في ظل الحمله اللي موجوده. والحقيقه الكلام من 25 يناير يا استاذ عادل، وانا معلش مضطر استخدم بعض السخافات اللي قيلت وتقال، زي يسقط يسقط حكم العسكر وعبيد البياده، وزي حتى التريقه اللي حصلت على موضوع الالبان ده اللي قال لك لبن العسكور، وسمعتك هذا الكلام اللي فكره انه محاوله لافهام او توصيل رساله انه لا القصه دي اليومين دول بس، وانه الجيش المصري استغل ثوره 25 يناير وما بعدها للسيطره على مقاليد الدوله المصريه. ده صحيح. شوف بس كمان يعني استرادا لكلام سياده اللواء حمدي بخيت، مصر اتاخرت كتير. يعني في دول من الاربعينات، جيوش من الاربعينات بدات نشاطها الاقتصادي، احنا بدانا من الثمانينات مع الرؤيه العظيمه لهذا الرحل العظيم اللي اسمه المشير ابو الغزالة. غزاله لازم نعيد له الاعتبار طبعًا. مره اخرى ونحتفي به. يعني بدات في الثمانينات، لا ده انت عندك دول بدا من بدري قوي من الاربعينات، الجيش الامريكي بدا من سنه من الاربعينات بانشاء مدارس والدخول في شركات، وشركات ضخمه، مش شركات يعني الجيش الامريكي، الجيش الامريكي، وفي شركات ضخمه، شركات تكنولوجيا معلومات، شركات طيران، وشركات اغذيه، وشركات يعني في كل الاتجاهات، انت بتتكلم واخرها البيتزا. ومحدش من الاساتذه اللي بيحملوا الجنسيه الامريكيه اللي بيقول لك ليه الجيش المصري بيتسلح كل ده، ما تترياش على الجيش المصري زي ما قال لك لبن العسكر، ما تترياش على الجيش الامريكي ولا على جيش البيتزا. يعني او مثلا رغم انه بيستثمر في البيتزا بالتاكيد، ما سمعناش لا احد يجرؤ في اسرائيل انه يتحدث عن الجيش، لان هم شعب معسكر. طبعا. لان هم ان الاسرائيليين كلهم لغايه سن 60 سنه هم شعب معسكر، لا احد يجرؤ انه يستخدم الفيسبوك للسخريه من الجيش الاسرائيلي، ومحدش قال ليه ميزانيه التسليح ميزانية. ما سمعناش حد انه قال لك ليه الاخ اللي بيحمل هذه الجنسيه الامريكيه او اللي بيحمل هذه الجنسيه الامريكيه وبيهاجموا مصر، ليه ما حدش قال انا دافع الضرائب، ليه امريكا في ظل هذا التوقيت بتدي 38 مليار دولار مساعدات عسكريه لاسرائيل؟ ما حدش قال الكلام ده، ما سمعناش حد. لكن هي المساله الهدف هو هذا البلد، هذا الجيش، الجيش اللي هو واقف لهم على الحقبه الكؤود ضد اي مخططات، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي هي المساله بالعكس، انا شايف ان هو احنا كان مصر يجب ان تبدا مبكرا، لان هو المساله كمان فيها بعد كمان بالاضافه لكلام سياده اللواء، الجيوش الكبيره اللي عندها هذا الوعاء التجنيدي الكبير، بالتاكيد لما انا استخدم هذا الفائض اذا كان هناك فائض من المجندين في استخدامهم في انشطه اقتصاديه، فبالتالي في اطار منظومه تتسم بالانضباط والتخطيط والالتزام، ان انا اؤهل هؤلاء المجندين، على فكره انا كنت واحد مجند بالمناسبه، يعني انا كنت ساقه ان انا اؤهل هؤلاء اقتصاديا، فبالتالي بعد ما ينتهي من فتره تجنيده بقدم للمجتمع المدني يعني فرد مؤهل منضبط يساهم في الحياه الاقتصاديه لل اشتغل في زراعه او في تجاره او في نجاره، اشتغلنا كل شيء بالمناسبه، بالاضافه الى مساله المشاريع اللي جوه جيشنا نفسها بما فيها مشاريع محو اميه المجندين على سبيل المثال. ما انا ده بقى اؤهل هذا المجند للمجتمع بعد ذلك، صح، بعيد دمجه، يساهم بايجابيه في نشاط الاقتصادي. فبالتالي هذه ليست بدعه ولا حرام، ولكنه فرض عين. والمساله احنا هنا هنتكلم بالحقائق والوقائع، انت هنتكلم عن اي جيش في العالم، قول لي الجيش الباكستاني على سبيل المثال يمتلك 7% من اصول الدوله، الدوله الباكستانيه لديه محفظه استثماريه بقيمه 20 مليار دولار بيديرها هذا الجيش. هنتكلم على اي جيش تاني، الجيش التركي اللي عنده شركات استثماريه تقريبا بيشتغل فيها 300 ألف موظف مدني، 60 شركة استثمارية، احنا الجيش بتاعنا تقريبا 10 شركات يا سيادة اللواء، حوالي 60 شركة استثمارية بتشتغل في كل شيء، ويحتكر شركة رينو بتاعة السيارات، وعنده صناعات من الأغذية للشوكولاتة. يلا لا يا راجل، طبعا ما قالش حد عليك الشوكولاتة، الجيش التركي بيصنع شوكولاتة، طبعا بجانب ما حدش قال عليه يجرؤ احد ان يقول عليه جيش شوكولاته. طيب انت بتتكلم على، مش هقول بقى الايطالي ولا هقول بقى الصيني اللي عنده 30 ألف شركه، ولا
كل جيوش العالم وبدأ من بدري قوي، احنا بادئين من متأخر. هذا استثمارات حتى توفر زي ما بيقول سيادة اللواء تدبير احتياجات الجيش، مش بس تدبير احتياجات الجيش. وسيادة اللواء لازم يحكي الواقع اللي حكى لها باللواء على الموضوع المشروع المسيسيبي ده الجيش الامريكي، لا كمان لتوفير احتياجات الشعب من السلع الغذائيه ومن المشاريع الضخمه التي لا يستطيع عليها احد في اوقات الازمات. المساله مش بدعه، انت في جيوش نشاطاتها الاقتصاديه ممكن تتجاوز 20-30% من مجمل نشاط الدول، انت كل نشاط الجيش بتاعك من 2-3% في النشاط الاقتصادي. فبالتالي انا هنا بتكلم ان مساله لا بدعة ولا حرام، لكن مساله مفهوم ابعادها ومفهوم اغراضها في هذا التوقيت، لانه زي سياده اللواء بيقول هم قاريين كويس جدا وقاريين مشروع كويس جدا ب 30 يونيو، وهم دائما يتخوفوا من التجارب المصريه الناجحه. طيب.